أكد وزير الخارجية سامح شكري على ضرورة وجود توافق في أصوات المجتمع الدولي نحو تهدئة الأوضاع. ضاف وزير الخارجية على أن هناك اتصالات جارية مع طرفي الصراع الفلسطيني والإسرائيلي لتهدئة الوضع. كما تعلمون، فإيطاليا هي الشريك الأول لمصر ضمن دول الاتحاد الأوروبي، والشريك الرابع على مستوى العالم. عدد كبير من الصادرات، 20% من الصادرات المصرية توجه نحو إيطاليا، وعدد الشركات الإيطالية العاملة في مصر شيء مهم بالنسبة لوجود مصر التنموية. وبنسعى، وهناك إرادة قوية لدي الجانبين لتوسيع التعاون فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية، زيادة حجم الاستثمارات، زيادة حجم الشركات العاملة في إيطاليا العاملة في مصر، بما يعود بالنفع على البلدين. أيضا العلاقة الثقافية العميقة اللي بتربط بين البلدين، نظرا للحضارتين القديمتين، ولكن أيضا الامتزاج فيما بين الشعبين عبر السنوات الماضية، والأهمية اللي بنعلقها على التعاون أيضا في مجال التعليم. وتناولنا قضايا متصلة بالهجرة غير الشرعية والعمل على تناول هذه القضية من منظورها الشامل، سواء فيما يتعلق بالنواحي الأمنية، لكن أيضا النواحي الاجتماعية والاقتصادية.